مساء الخير واهلا بيكم مع مؤمن في مور ريفيوز. هنتكلم النهارده عن فيلم منى زكي، الفيلم اللي انا بقول لكم هينهي مسيرتها تحت اسم اصحاب ولا عز اللي اتعرض على نتفليكس. الفيلم ده حرفيا هينهي مسيره منى زكي في مصر تماما. عايزين تعرفوا كل التفاصيل وكل الحكايه، خليك معانا اخر الحلقه وهقول لك كل حاجه. يلا بينا. بالظبط تم عرض فيلم اصحاب ولا عز للنجمه الكبيره منى زكي، لكنها لا بقت نجمه ولا بقت كبيره، مع اياد نصار ومع كذا حد من الدراما اللبنانيه. تمام كده، الفيلم المفروض زي اي فيلم عادي بيتعرض، ولكن بنتفاجئ في سقطات اخلاقيه وفي مشاكل من اول الفيلم. خلينا اقول لكم، الفيلم مش محتاج تحليل، هو مجموعه صحاب رايحين يسهروا مع بعض وبيلعبوا، ولكن قبل ما بتروح بتشرب خمره. يعني اول حاجه كانت بتشرب خمره، بعدين راحت قلع الاندر وير ومخبيها في الشنطه، عشان ده هنعرفه بعدين. بعدين في يجي عند المشهد تاني عبثي، ان واحده بنت صغيره عندها 18 سنه، انا اسف، رايحه تنام مع واحد صاحبها، فامها بتقفش كندم في مش عارف في الكيس بتاعها، فبعد كده بتقول لها انت رايحه تنام مع واحد، تقول لها عادي ايه المشكله، بتروح تقوم رايحه قايله لابوها، فابوها يقول لها عادي براحتك اعمل اللي انت عايزاه مش هقدر امنعك، وشيء كده عبثي ما نفهمش منه حاجه، لحد ما اصحاب كلهم بيتجمعوا وكلهم بيشربوا، وبعدين بيتفقوا ان هما يلعبوا لعبه. اللعبه دي عباره عن ان كل واحد يسيب تليفونه ونقرا الفويس مسجز على العلن كده، ان كل الناس تشوف احنا بنعمل ايه، وننشر غسلنا الوسخ قصاد بعض. لكن الفيلم ده ما يعني ما فيهوش كلام، وهو اصلا كله وحش، هو محطوط بلس 18 المفروض يتحط بلس 31، لان الحاجات دي مش في عاداتنا، وعارفين كعاده نتفليكس انها دايما بتحط الشواذ في الموضوع، دايما بتحط الخيانه، دايما بتدخل الافكار الغريبه دي على مجتمعنا، اللي حتى بره مش موجوده بالقبح ده. بعدين بنكمل بنلاقي ان في الفاظ خارجه بتتقال، زي ما سوري ابن المره، زي مش عارف مؤخره بس بالمعنى اللي احنا بنقولها عادي، زي حاجات تانية، اعضاء تانية بتتقال عادي، بتتقال كده، المشكله انها عادي. حتى من اللقطات ان المفروض ان اياد نصار جوز منى زكي فهو بيخونها، فمفروض قال له لا انا لو اتقرت الرساله دي هيبقى فيها مشكله، فبدل تليفونه مع واحد صاحبه اللي هو طلع شاذ اصلا، فلما صاحبه طلع شاذ، فمفروض ان منى زكي متضايقه ان اياد نصار بيخونها مع حد شاذ، فمع راجل يعني، فاللي هو وضع منتهى العبث. ونلاقي هنا ان منى زكي بتسب الدين، والله موجوده، انا ممكن اجيبها واعرضها معاكم في الحلقه هنا، لكن يعني خلاص، يعني انا مش عارض حاجه تسيء للدين اكتر من كده، بس هي حرفيا بتسب الدين. اللبنانيين بطبعهم اللي هو المتفتح شويه، ان كل واحد ليه مله وكل واحد ليه دين وكل واحد ليه عقيده، الكلام ده مش في مصر. منى زكي تعتبر ايقونه السينما المصريه، منى زكي من علامات السينما المصريه مع جوزها احمد حلمي، يعني المفروض قابل الناس كلها بقدوه ليهم، فلما تتعملي كده انا ببشرك ان دي نهايه منى زكي يا جماعه، بتسب الدين. منى زكي بتسب الدين. انا هخليه على صفحتي على التيك توك، تقدروا تشوفوا اكتر اللقطه دي، انما مش هنشرها هنا على يوتيوب، ولكن بتستمر الاحداث لنكتشف ان كلهم خاينين في بعض، ده بيخون ده وده بيخون ده وده بيخون ده، والخيانات كلها بتتكشف، لا مش كلها، في خيانات لم يتم اكتشافها، ولكن في شذوذ، في خيانات، صحاب بيخونوا بعض، في شرب خمره غير مبرر وان هو عادي، وفي مثلا حاجه تانية اللي هو الصحاب كلهم بيسلموا على بعض وبيبوسوا بعض وبحطوا ايديهم على ايد بعض، تحس ان يعني سوري يعني في قرايل متركبه عند الرجاله اللي موجوده، تحس ان مراتك موجوده بتتبسم واحد تاني، فده انت المفروض تاخد الموضوع عادي يعني، حتى لو كان عادي في حياه بعض الناس ما عنديش مشكله، ولكن ده انت بتعرضه على الجمهور. الجمهور اي نعم منصه نتفليكس مش كتير قوي بيشوفها، لكن هتلاقيها موجوده على مواقع تانيه، مواقع الانترنت هتلاقيها بنزلها، فانت يا منى زكي في ناس بتتخذ القدوه، فلما يعني مثلا حد زي محمد صلاح لو عمل حاجه زي كده او اعلان لخمور، ايه اللي هيحصل في محمد صلاح؟ هيحصل معاه مشكله كبيره جدا، لان في ناس كتير ممكن تتابع محمد صلاح انها بتحب محمد صلاح وشايف ان محمد صلاح صح. فبالتالي منى زكي وقعت في المحظور. ومن الحاجات الغريبه ان هم رايحين سهره صحاب عند بعض، اللي المفروض ان دي عيله مصريه رايحه في المجتمع اللبناني، فالمفروض بتندمج معاه، فكل واحد رايح بازازته على طول، وبعد كده انت جايب ازازه بس، هات ازازتين ثلاثه كده عشان الدنيا تحلو، وهوب كله بيحضن وبيبص، كله بيحضن ويبص في بعض، حاجات غريبه جدا على مجتمعنا وعلى الوطن العربي وعلى الدين الاسلامي، حتى لو في ديانه ثانيه مش هتقبل بكده تماما يعني. المهم هم قرروا يعني ان هم كل واحد يحط تليفونه على الترابيزه ويفتح الفويس نوتس عشان خاطر يسمع الكلام ايه، وبنلاقي اباح على في شتيمه، في شتيمه بتتقال في الفيلم، دي حاجه غريبه، انا اول مره اشوف فيلم مصري فيه شتيمه بتتعمل، ما كانتش بتحصل، وبعدين مش شتيمه عاديه،
ده شتيمه بقله ادب، يعني شتيمه بباحه واللفظ بيتقال في التلفزيون ومكان ما فيش حاجه اتقالت، ودي حاجه خطر جدا على المجتمع. دايما نتفليكس بتروج للشذوذ وكل كل عمل لازم تحط لنا فيه حاجه كده. ولكن اللي ساعد على ده ممثله مصريه، هي الممثله المصريه الوحيده اللي موجوده في العمل ده. لا ومين ايقونه السينما المصريه؟ يعني انا مش عارف ازاي هي توافق انها تعرض حاجه زي كده. الفيلم ده ممكن تتحكم عليه يا جماعه. ثبت الدين حرفيا لما قالت ان مش عارف في واحد بعت لاياد نصار جوزها ان هو شفايفه وحشته فعايز يبوسه، فبتقول له عندي الام شفايفك، استغفر الله العظيم رب. يعني بتسب، يعني انا مش فاهم بصراحه، انا مش فاهم اللي بيحصل ده ايه. لكن اللي بيحصل حرفيا في حاجه غلط، في حاجه غلط بتحصل، والفيلم ده غير مقبول تماما. وانا اطالب ان الفيلم ده يتشال من نتفليكس، يتشال من العرض، ويتم ايقاف منى زكي على الفيلم ده. انا مش متعنت ولا حاجه، انما دي انت بتدخل في يعني في العقيده، وانت قدوه، ناس كتير قوي هتتبعك وناس كتير هتعمل كده. انا ماليش دعوه اذا كان في اوريدي حد بيعمل كده، خلاص اذا كان حد بيعمل كده دي حياته، انما ما نفتحش عين ناس تانية على ان هم يعملوا الغلط ده. وفي النهايه بقى، في النهايه الأسوأ حاجه النهايه بتاعت الفيلم ده، نهايه اقذر ما يكون. في النهايه المفروض ان هو ده كان كل ده كان بيتهيأ لهم تمام، وبعد كده هم خلاص هيرجعوا لحياتهم تاني، وان هم قرروا في النهايه ان هم ما يلعبوش اللعبه دي، وكل واحد راجع لحياته مبسوط فيها وكلهم مبسوطين مع بعض. لكن الحقيقه اللي ظهرت ان ما فيش حد مبسوط. يعني بعد يقول لك انك تخون وتخبي، يعني انك تخون وتخبي لا، وكمان في الاخر اياد نصار بيدافع عن الحقوق المثليين. يعني انا مش عارف الحلقه دي ممكن تتشال من يوتيوب او لا، بس ايا كان بيدافع عنه ويقول له ايه المشكله انك تبقى كده. وبعدين عمال يلوم صحابه ان اكتشف ان مش اياد نصار هو اللي كده، لا ده صاحبه، هم بدلوا التليفونات مع بعض. فبالتالي اياد نصار قرر ياخد كل البهدله بتاعت ان هو كده يعني قصاد صحابه قصاد مراته، وقرر يدافع عن صاحبه. بعد كده صاحبه قال لك لا ده مش اياد نصار اللي كده، ده انا اللي كده، وانتوا لازم تتقبلوني ولازم في الجامعه، والجامعه طردوني عشان كده. فاياد نصار بيقول لا انت ما ينفعش، انت لازم ترفع قضيه على الجامعه تقول لهم ان انا كده ولازم يتقبلوك على كده. فانا ماليش دعوه باياد نصار، ماليش دعوه بعادل كرم، ماليش دعوه بكل الممثلين دول، يا دعوه بمنى زكي. منى زكي شاركت في عمل زي ده واتاكدت منه، وكمان هي كمان طلعت بتخون جوزها. يعني هي بتشرب سجاير وبتخون جوزها وبتشرب خمره وبتعمل وبتشتم وبتسب دين وبتقل ادبها. لا هو مش كده، هو لو حتى فيلم ايطالي فده في ايطاليا يتعمل كده مش في مصر. الفيلم ده منافي لكل العادات والتقاليد والاخلاق ولقدوه منى زكي، اللي هي بعد الفيلم ده انا باكد لكم منى زكي مش هتمثل تاني بعد الفيلم ده خلاص. ما ينفعش تمثل تاني، الهجوم هيكون شرس عليها. ده انا ممكن اكون اقل واحد هجم عليها، بس ما فيش واحد فيك يا مصر مش هيسيب منى زكي في حالها، لان فعلا منتهى الفجور في الفيلم ده. فيلم غريب جدا، لو عايز دمك ما يتحرش ما تتفرجش عليه، ما تتفرجش عليه مع حد صغير، الاهل ما تفرجوش عليه مع عيالهم، لان حقيقي فيلم مستفز جدا وسقطة كبيرة من منى زكي. ومعرفش هتعدي ازاي الفترة دي، بس انا اتوقع ان الفيلم هيتشال، هيحصل مشكلة، هيترفع قضية على منى زكي، الموضوع مش هيعدي بسهولة. اخيرا وليس اخيرا، احنا لازم نحارب الافكار اللي هم بيدخلوها في عقول شبابنا الصغيرين، حتى لو مكتوب بلس 18، لكن ده مجتمع وقيم لازم نحافظ عليها حتى لو كانت منتشرة بره. انما احنا في اعمالنا الفنية لازم نحافظ على القيم دي، زي ما بنحافظ عليها في نقابة المهد الموسيقية وبنمنع المهرجانات، لازم احنا كمان نمنع الاسفاف واللعب بالافكار والافكار القذره اللي بتخش في عقول الناس بالطريقه دي. يا ريت نقيب الممثلين ياخد باله، الاستاذ اشرف زكي، من الفيلم ده لازم يتم ايقافها ويتم محاسبتها ومحاكمتها لو ينفع، لان ده اوفر جدا. مفيش حاجه تانية اقدر اقولها على الفيلم ده، غير ان انا انصحكم ان انتم ما تشوفوش الفيلم، او لو عايز تشوفه لمجرد النقد. ولكن ادعمنا وساعدنا كمان في الكومنتات، شير الفيديو في كل حته عشان خاطر الفيلم ده يتمنع من العرض. كان معاكم مور ريفيوز وحلقة جديدة. السلام عليكم.